كان فيمر، عضلة الفيمر دي لارجست لونج بون اوف ذا بادي، أكبر عظمة طولية في الجسم هي الفيمر أو عظمة الفخذ. وما دام عظمه طوليه يبقى لها بروكسيمال اكستريميتي وجود شافت وديستال ايه اكستريميتي. البروكسيمال اكستريميتي بتاعتها بتتمفصل مع الاسكوكزي عشان تكون مفصل الهيب جوين، وفي الاسفل تتمفصل مع ايه بقى الديستال اكستريم، تتمفصل مع الباتيلا عشان تكون ايه تكون الفيمور وتيبيال جوينت، فيمور وتيبيال جوينت، وتتمفصل تاني مع التيبيا وتكون فيمور وباتيلا جوينت. يبقى نفصل الستايكل جوينت اللي هو على بعضه ده عباره عن نفصل مركب او كومباوند جوينت بيكون مفصلين فيمور وتيبيا جوينت وبعدين فيمور وباتيلا جوينت. فالتايب زي ما قلنا لازم نعرف اربع معلومات عن اي عظمه علشان نوصفها صح. قلنا التايب بتاعتها عباره عن لونج بون، البوزيشن بتاعتها موجوده ما بين الاسكوكزي وما بين التيبيا اند فيبيولا والباتيلا كمان، دي موجوده هنا. الدايركشن بتاعها لو حضرتك شايف كده على الهيكل متجه فين العظمه دي؟ متجه الى اسفل والى الامام الكرينيو فنترال، ده الدايركشن بتاعها زي ما حضرتك شايف يمكن في الرجل المتنيه دي اكثر وضوحا الى الامام والى اسفل كرينيو فنترا، ده الدايركشن بتاعتها. احنا عرفنا التايب والبوزيشن والدايركشن ديسكريبشن زي ما قلنا لونج بون، وهنشوف في الفيديو القادم الوصف التفصيلي لهذه العظمه بالكومباريتيف بتاعتها ومقارنتها ما بين الحيوانات والديفرنس بتوين ديفرنت انيمال في هذه العظمه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنشرح النهارده عظمه الفيمر. عظمه الفيمر دي عظمه الفيمر بتاعت الهورس. نوع العظمه الاول لونج بون، لونج بون لان لها بودي اور شيفت وبروكسيمال اكستريميتي اند ديستال اكستريميتي. البوزيشن بتاعها البوزيشن بتبقى ارتكوليت بروكسيمالي مع الاستابيلم اوف اوسكوكزي، تعمل مفصل اسمه الهيب جوينت، وديستالي التروكليا بتتمفصل مع عظمه الباتيلا تعمل فيمورو باتيلار جوينت، والكوندويل بيتمفصلوا مع التيبيا تعمل فيمورو تيبيال جوينت. والفيمورو باتيلار مع الفيمورو تيبيال ده نوعين من الستايفل جوين، جزئين من الستايفل جوين. نيجي بعد كده للديسكريبشن. اول حاجه هناخدها اللي هي البودي. البودي بيبقى له اربع سيرفس واثنين بوردر، اربع سيرفس واثنين بوردر. عندي الثلاثه سيرفس دور اللي فاتحين على بعض، الميديال والكرينيال واللاترال، دول فاتحين كونتينوس توجذر اند كفرد باي عضلة كبيرة هنا بتبقى ماسكة في مغطية الجزء ده كله، العضلة اللي بسميها الكوادريسبس فيمورز ماسل، الكوادريسبس فيمورز ماسل. يبقى انا دول الثلاثة سيرفس ار كونتينيوس توجذر، الميديال سيرفس اللي تحت الهيب والكرينيال سيرفس واللاترال سيرفس اللي تحت اللي جنبها البروزات الكبيرة دي، اللي جنبها البروزات الكبيرة اللي موجودة هنقول عليها دلوقتي. دول بتبقى كفرد باي الكوادريسبس فيمورز ماسل. بينما السيرفس الرابع اللي بيبقى لوحده اللي هو بيبقى كودال سيرفس، بيبقى الكودال سيرفس وعليه راف اريا لعضله البايسبس فيمورز ماسل، البايسبس فيمورز ماسل ده بنسميها الايه الكودال سيرفس. نيجي بعد كده عندي في اثنين بوردر، عندي في اثنين بوردر، في الميديال بوردر اللي هو اللي تحت الهيد، في الميديال بوردر اللي هو اللي تحت الهيب، وعندي اللاترال بوردر اللي هو يمت الميجور تروكانتر والحاجه الكبيره اللي فيه. فلقينا على الميديال بوردر في البروكسيمال سيرد في الليزر تروكانتر، الليزر تروكانتر هنلاقي فيه الليزر تروكانتر، بينما في اللاترال بوردر بلاقي فيه تروكانتر ثالث بسميه السيرد تروكانتر. يبقى انا عندي فيه المينور او الليزر تروكانتر وعند ده على الميديال بوردر، وعندي فيه السيرد تروكانتر ده على اللاترال بوردر. هنلاقي السيرد تروكانتر موجود في الحصان بس مش موجود في الحيوانات الثانيه، موجود في الحصان بس مش موجود في الحيوانات الثانيه. ده بالنسبه للميديال واللاترال بوردر. لو نزلنا هنا كده على اللاترال بوردر هيبقى في عامل ادي اللاترال ده السيرد، هنلاقي في هنا كريست، هنلاقي في هنا كريست بسميها ايه الكريست ده؟ بسميه لاترال سوبرا كوندايلويد كريست. ليه سميته لاترال؟ لانه على اللاترال بوردر. سميته سوبرا كوندايلويد ليه؟ لانه فوق الاثنين كوندايل، ادي الاثنين كوندايل هما وادي الكريست فوق، يبقى بسميه لاترال سوبرا كوندايلويد كريست. ده بيدي الاورجن بتاع عضله الجاستروكنيمياس ماسل اللاترال هيد.
بينما على الميديال بوردر لما ننزل كده على الميديال اهو هنلاقي قيمتها في الميديال سوبرا كوندايليت كريست. الميديال سوبرا كوندايليت كريست يبقى انا عندي في لاترال سوبرا كوندايليت كريست وعندي في الميديال سوبرا كوندايليت كريست. ده بيعمل الميديال سوبرا كوندايليت كريست بيدي اوريجين بتاع عضله الجاستروكونيمياس الميديال هيب. هنلاقي بين الاثنين كريست في فصه فبسميها سوبرا كوندايلويد فصه. سوبرا كوندايلويد فصه السوبرا كوندايلويد فصه ديك بتطلع من عضله السوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل. يبقى انا عندي اثنين جاستروكونيمياس بيطلعوا من الاثنين سوبرا كوندايلويد كريست واحده ميديال واحده لاترال وما بينهم الفصه تطلع منها السوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبودي اور الشيب. يبقى البودي اور الشيب قلنا ثلاثه سيرفس فاتحين على بعض الميديال سيرفس والكرينيال سيرفس واللاترال سيرفس وعندي ده الكودال سيرفس لوحده. عندي في اثنين بوردر عندي في الميديال بوردر تحت الهيد فيها الليزر او المين اورتروكانتر وعند اللاترال بوردر فيها السيرد تروكانتر اللي مش موجوده الا في الحصان بس. عندي في اثنين تيوبريستي واحد ميديال وواحد لاترال واحد ميديال وواحد لاترال بيبقى فيهم ما بينهم السوبرا كوندايلويد فصة. نيجي بعد كده للبروكسيمال اكستريميتي. للبروكسيمال اكستريميتي اول بيان عندي البيان ده اللي بسميه الهيد. الهيد اوف ذا فيمر بيبقى هيمسفيريكال ان شيب وبيبقى بيخش جوه عظمه جوه التجويف الحق بتاع الحوض اللي هو الاستابيلم اوف ذا اوسكوكزي. تحتها بيبقى فيه النك. تحتها بيبقى فيه النك. اما نيجي نبص كده على الهيد بلاقي فيه نقره في فوبيا في قلب الهيد اللي هي النقره ديت بسميها ايه؟ بسميها الفوفيا كابيتس فيمورز. فوفيا كابيتس فيمورز. فوفيا كابيتس فيمورز ديك عشان تندو ليجامنت الاكسسوري ليجامنت اوف جوينت بيجي يمسك هنا كده فده بسميها الفوفيا كابيتس فيمورز. ده شكلها بيختلف من حيوان للتاني فشكلها في الحصان هنا بيبقى مثلث بيبقى تريانجولار ان شيب. تريانجولار ان شيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للهيد. بعد كده عندي فيه الميجور تروكانتر. احنا خدنا فيه اثنين تروكانتر خدنا فيه في البودي فيه المينور تروكانتر وفي السيرد تروكانتر. في واحد كبير قوي فوق اللي هو ده بسميه ايه؟ بسميه الميجور تروكانتر او الجريتر تروكانتر. يبقى الميجور تروكانتر او الجريتر تروكانتر. جينا لقينا ان الجريتر تروكانتر اللي هو ده مقسوم لاثنين جزء امامي اللي هو ده بسميه الكونفكسيتي. الكونفكسيتي يبقى ده بسميه الكونفكسيتي اوف جريتر تروكانتر وجزء خلفي عامل القمه بتاع العظمه بسميها السوميت. السوميت اوف جريتر تروكانتر. ما بينهم في نوتش بسميها تروكانتريك نوتش. يبقى انا عندي في ده السوميت اوف جريتر تروكانتر ده الكونفكسيتي اوف جريتر تروكانتر ده التروكانتريك نوتش. عندي بعد كده في هنا ريتش في حافه طالعه ماشيه من الجريتر تروكانتر نازله تحت. الحافه دي بسميها ايه؟ بسميها التروكانتريك ريدج. التروكانتريك ريدج. الحافه ديت بتقفل على فصه. الفصه دي بسميها ايه؟ بسميها التروكانتريك فصه. دي بسميها التروكانتريك فصه. يبقى البروكسيمال اكستريميتي عباره عن هيد عباره عن فوبيا كابيتس عباره عن نك بعدين الميجور تروكانتر الجزء العلوي ده بسميه السوميت والجزء الامامي المحني بسميه الكونفكسيتي. ما بينهم الايه؟ ما بينهم التروكانتريك نوتش. تروكانتريك نوتش. بينما السوميت نازل منها ريدج بسميها التروكانتريك ريدج وقفل على فصه بسميها التروكانتريك فصه. التروكانتريك فصه. نيجي بعد كده للديستال اكستريميتي. الديستال اكستريميتي عباره عن اثنين كوندويل وتروكليا وتلاتة فصة. تلاتة فصين. يبقى انا عندي اثنين كوندويل اثنين ايبي كوندويل تلاتة فصين والتروكليا. اول حاجة اللي هي التروكليا.
اول حاجه اللي هي التروكليا اللي هي البقره اللي بتثبت عليها عظمه الباتيلا. التروكليا عباره عن اتنين ريدي ما بينهم جروف، اللي هي البقره دي بتبقى كرانيالي، يبقى ده بسميها تروكليا، تروكليا اوف فيمر، اتنين ريدج ما بينهم ايه؟ ما بينهم جروف. بعد كده عندي في اتنين كوندويل يا متر كودل، اتنين كوندويل، واحد ميديال وواحد لاترال. اعرفهم ازاي؟ الميديال اكبر من اللاترال، والميديال يمت الهيد، ادي الهيد اهي، ننزل تحت كده هنلاقي ده الميديال، وادي السيرتورو كونتر لاترال، يبقى ده اللاترال كوندويل، يبقى ده الميديال كوندويل، ديك اللاترال كوندويل. بعد كده في اتنين ايبي كوندويل، ده الميديال ايبي كوندويل، البروز اللي فوق الكوندويل بسميه ايبي كوندويل، ده ميديال ايبي كوندويل، واليمه الثانيه ده بسميه اللاترال ايبي كوندويل، يبقى عندي ده اللاترال ايبي كوندويل وده الميديال ايبي كوندويل. نيجي بعد كده للثلاثه فصين، اما بيجي نبص بين الاثنين كوندويل بلاقي في فصة عميقة هنا من تحت بسميها ايه؟ فصة بين الاتنين كوندويل، فبسميها انتر كوندايلويد فصة، بين الاتنين كوندويل بسميها انتر كوندايلويد فصة. في فصة تانية اسمها الاكستنسور فصة، ما بين اللاترال كوندويل او اللاترال ايبي كوندويل والتروكليا اللي هي الفصة دي، ده بسميها الايه؟ بسميها الاكستنسور فصه، الفصه الثالثه عندي بتبقى جوه البوبليتيال، جوه الايبي كوندويل لاترال، فبسمي ديك البوبليتيال فصه. يبقى انا عندي ديك البوبليتيال فصه في اللاترال ايبي كوندويل، وديك الاكستنسور فصه بين التروكليا واللاترال كوندويل، وفي الاثنين بين الاثنين كوندويل انتركوندايلويد فصة، ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للديسكريبشن بتاع عظمة الفيمر بتاع الهورس. أعرف إزاي العظمة ديت يمين ولا شمال؟ قلنا للهيد بتبقى ميديال، التروكليا ديت بتبقى كرانيال، يبقى ده التروكليا أمسكها خليها قدام، والهيد ديت لازم تبقى لجوه. فكده لو مسكتها كده مش هينفع، لأن الهيد بقى لبره. انا بمسكها في ايديا الشمال كده، يبقى العظمه دي شمال لان التروكليا قدام والهيد لجوه. او بطريقه اسهل بنخلي التروكليا لفوق كده، نحط العظمه على الترابيزه كده اهي، بس بحيث ان التروكليا تبقى لفوق، التروكليا اللي هي البقره دي تبقى لفوق، وابص على الهيد، لقيت الهيد يمه الشمال يبقى العظمه شمال، لقيتها يمه اليمين تبقى العظمه يمين، هنا لا الهيد راحه لايديا الشمال يبقى العظمه ايه؟ يبقى العظمه شمال. ده بالنسبه للايه؟ للعظمه ديت شمال. طب ديت العظمه محطوطه كده؟ لا انا هقلبها بحيث ان التروكليا تبقى لفوق. ادي التروكليا لفوق اهي. بس الهيد هنا راح للشمال والهيد هنا راح لليمين، يبقى العظمه ديت شمال والعظمه ديت يمين. يمين. طب بالنسبه للعظمه دي، ده برضه هو كده التروكليا لفوق والهيد راح على ايديا اليمين، يبقى العظمه يمين. طب ديت ادي التروكليا لفوق، الهيد راح على ايديا الشمال، يبقى العظمه ايه؟ يبقى العظمه شمال. ده بالنسبه للدايركشن بتاع العظمه. نيجي بقى نفرق الفيمر في الديفرنت انيمال، اول حاجه ببص عليها في الهورس والاوكس، ديت اوكس ودي هورس. عرفتها ازاي؟ اول حاجه اللي في الهورس كان في تروكانتر ثالث اللي هو السيرد تروكانتر، ده مش موجود في الاوكس، ولا الشيب ولا الدوج. يبقى العظمه اللي لاقي عليها السيرد تروكانتر ديك وانا مغمض عينيا تبقى الفيمر بتاع الهورس. طب ما لقيتش السيرد تروكانتر، مفيش هنا سيرد تروكانتر تحت الجريتر، يبقى ديك بتاعت اوكس او شيب او دوج. ديك بتاعت اوكس هلاقي فيها الميجور تروكانتر بيبقى undivided، في الحصان كانوا divided، يبقى ده الاثنين اهو، اللي تحت ديك الاوكس واللي فوق ديك الهورس،
الهورس الميجور انقسم لاثنين، انقسم لاثنين، عندي ادي السوميت وادي الكونفكسيتي، بينما الاوكس مش مقسوم اند ديفايدد. ده حاجه. الحاجه الثانيه، لقينا اللي تحت الهيد في المينور تروكانتر، في الاوكس المينور تروكانتر، لقينا اللي فيه خط بيوصل المينور تروكانتر بالجريتر تروكانتر او الميجور تروكانتر. الخط ده اسمه ايه؟ انتر تروكانتريك كريست. انتر تروكانتريك كريست ده ما كانش موجود في الحصان. يبقى الفرق اللي بين الهورس والاوكس، اول حاجه في الاوكس مفيش السيرد تروكانتر ابسنت، ابسنت اوف سيرد تروكانتر. الميجور تروكانتر بيبقى اندفايدد، الميجور والمينور تروكانتر كونكتد بالانتر تروكانتريك كريست، كونكتد بالانتر تروكانتريك كريست. ده بالنسبه للايه؟ للهورس والاوكس. ديك بتاعت شيب وديك بتاعت دوج، عرفتهم ازاي؟ اول حاجه مفيش في الاثنين السير تروكانتر، هما الميجور واللي والمينور، الميجور والمينور. يبقى انا عندي ديك بتاع الشيب هي فيها ميجور وفيها مينور وما فيهاش السيرت. في الدوج برضو نفس الكلام، فيها ميجور وفيها مينور وما فيش هنا سيرت. طب انا هفرق ازاي ما الاثنين زي بعض؟ لا، هنلاقي ان الميجور تروكانتر اعلى من مستوى الهيد. الميجور تروكانتر هنا لو حطينا كده بالصور الميجور تروكانتر، لقينا الهيد اقل في الليفل من الميجور تروكانتر. ده في حاله مين؟ في حاله الشيب. طب في حاله الدوج، الميجور تروكانتر في نفس الليفل بتاع الهيد، في نفس الليفل بتاع الهيد. ادي الميجور تروكانتر وادي الهيد في نفس الليفل بتاع الهيد. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للميجور والمينور تروكانتر. بعد كده عندي في الفوفيا كابيتس، تبقى شالو في الاثنين في الشيب والدوج. نيجي بعد كده في الدوج، في حاجه مميزه قوي في الدوج، في عظمه الدوج، بلاقي في فاسد صغيره فوق الاثنين كوندويل. عندي ادي الاثنين كوندويل اهم، ادي الاثنين كوندويل اهم، في فاسد هنا كده اهي، فاسد صغيره هنا، فاسد صغيره هنا اهي، ديك ودي واضحه، الفاسد ديك والفاسد دي، ده موجوده في فوق الاثنين كوندويل، عشان عظمه في اثنين ساموييد بون بيجي يمسكوا هنا كده فوق الاثنين الاثنين كوندويل. العظمه دي بسميها ايه؟ الفابلي. يبقى دول اسمهم اثنين فاسيتس فور فابلي، اثنين فاسيت فور فابلي. دول موجودين في الدوج والكات بس مش موجودين في الشيب. يعني لو جينا بصينا على الشيب اهي، مفيش اي فاسيت موجوده على الاثنين كوندويل، مفيش اي فاسيت موجوده على الاثنين كوندويل. بالاضافه لكده، ما نيجي نلاقي الكودال سيرفيس بتاع الدوج، بلاقي عليها خطوط بسميها الفيسز اصبره، الفيسز اصبره، الفيسز اصبره. ده موجود على خط هو بطولي موجود على الكودال سيرفيس بتاع عظمه الفيمر اوف دوج. ادي الكودال سيرفيس بتاع الشيب، ما عليهوش اي لاينز او اي خطوط موجوده على العظمه. يبقى الفرق اللي بين الشيب والدوج، اول فرق ان الميجور تروكانتر هنا اعلى من الهيد في الشيب، بينما في الدوج في نفس مستوى الهيد. تاني حاجه، اللي فوق الاثنين كوندويل بلاقي فيه هنا، بلاقي فيه هنا فاسد فور فابلي، فاسد فور فابلي، دي موجوده في الدوج مش موجوده في الشيب. فاسد فور فابلي اللي هي ديك ودي، ده موجوده في الدوج مش موجوده في الشيب. في هنا خط طولي في الدوج على الكودال سيرفيس بسميه الفيسز اسبيره، وده مش موجود اي سيرفيس على الكودال سيرفيس بتاع الشيب. ده بالنسبه للشيب والدوج. بالنسبه للكات، دي الفيمر بتاع الكات، نفس الكلام، دي بتاع الدوج ودي بتاع الشيب. هنلاقي طبعا الفرق في الحجم واضح قوي، الفرق في الحجم واضح قوي، اللي دي دوج ودي كات، بس نفس الكلام تقريبا. ادي الميجور تروكانتر في نفس مستوى الهيد، ادي الفوفيا كابيتس اوضح شويه في الكات عن الدوج. الفوفيا كابيتس اللي هي النقره الصغيره ديك، النقره الصغيره ديك اوضح في الكات عن الدوج. برضو بلاقي في اللينيا اسبيرا، اللينيا اسبيرا اللي هي الخط اللي فوق هنا ده،
في خط هنا كده في نص العظم اهو، ده بسميه اللينيا اسبيرا. اللينيا اسبيرا ده موجود في الدوج ومش موجود، موجود في الكات والدوج مش موجود في الحيوانات التانيه، ده بسميه اللينيا اسبيرا. ده الفيمر بتاع الكات وده الفيمر بتاع الدوج. بعد كده خلصنا الفيمر بتاع الهورس وقلنا ايه الكومبوننت او الديسكريبشن بتاعتها وقارناها في الاوكس والشيب والدوج. طب احنا خدنا الدايركشن في العظم الكبير، طب انا عاوز اعرف الدايركشن بتاع العظمه الصغيره دي. العظمه دي نوع اسم العظمه ايه؟ اسمها فيمر. بتاعها نوع حيوان؟ دي بتاعت الشيب. عرفتها ازاي اللي هي بتاعت الشيب؟ ادي التروكلي قدام، ادي الجريتر تروكانتر اعلى من مستوى الهيد ومفيش فاسيت على الكوندويل، تبقى ديك بتاعت شيب. هعرفها ازاي؟ بخلي التروكلي فوق هي وابص على الهيد، العظمه الهيد دي رايحه لليمين يبقى العظمه دي يمين. طب ديك بتاعت الدب، ادي التروكلي قدام اهي وبص على الهيد، ده راح للشمال يبقى العظمه شمال. طب ديت ادي التروكلي اهي والهيد هنا راح لليمين يبقى العظمه يمين، يبقى العظمه يمين. طب ديت ادي برده التروكلي قدام اهي والهيد كده راح للشمال يبقى العظمه شمال. ده بالنسبه للايه؟ للفيمر اندفرنت انتا.